بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في مباريات كلاش رويال. يعني الآن نشوف مباريات المجموعة العملاقة مع الأخ عزوز. نشوف هذا الفيديو إن شاء الله إذا الله ييسر. نشوف مباريات عزوز ونشوف مباريات غيره. يمكن نشوف أكيد نشوف مباريات إن شاء الله. هنا بنشوف مباراة عزوز الآن. غالبا اختيارات تصير. طبعا التشكيلات اللي زي كذا دائما يلخبط انه ما يسأل مشورات المحترفين بدون حرف الفاء. لكن الان زبطت الامور والله صراحة. الان تشكيلة رهيبة، نقدر نقول تشكيلة رهيبة، بس يهجم بالمنطقة ما هو هجوم منطقي ابدا، لكن كان ممتاز. هنا الآن دفاع غلط، ساحة الكارب. ليش كذا الحماس يعني؟ أحسن شيء سواه إنه جايب، والله مخربها في الدفاع. مبنيين هذا اسمه الخوف والقمطة. جايب برج نار وجايب مدفع مورتر وما أدري إيش بعد معاه صراحة. تشكيلة قمطة. مين مشكلة، نشوف إن شاء الله المباريات اللي بعدها. شوف هذولا اللي ما لعبوا الحرب حتى الآن. طيب الآن بشوف. يلا بسم الله نختار التشكيلة. بيكا طبعا، ممكن منطاد أكيد لازم، سياف طبعا مع بيكا. أتوقع طبعا انا لازم فرن حلو لدى مجموعة العملاقة. اتوقع فرن زين منطاد اكيد. الى الان ما ادري كم باقي لي. عندي هجوم واحد الان منطاد صراحة، ذولي ما طورتها كثير، لكن يلا خنزير ممكن امير اكيد، تنين مفيد، هذولا ممتازين. ساحر الثلج ممتاز، هذه الآلة الطائرة حلوة مع المنطاد. فارس هذولا يقروشون زينين. هنا الآن 4.4 حلو، نختار شيء خفيف الآن، يا شبح أو والله شبح أحسن ضد الغيلان وضد المدري إيش أحسن. الآن حطيت أيضا ياكل المدرعين، زيادة دفاع وزيادة غثاثة كذا. ممكن أحط الخنزير، ما أدري ليش. عندي إحساس روح النار ذول بيفيدون ضد المنيون. ضد إيش بشكل واده؟ إيش بواده؟ إيش بذا؟ يلا ما علينا. ما قلت كل شوي نطالع، ما خلصنا. هنا الآن نشوف الآن ما حطوا لي. لا والله انا بعد غلطان، بس اخترت السياف. لا والله صح، اخترت ساحر الثلج، لكن بس اثنين سياف وساحر ثلج. كان ممكن اختار ساحره. نحط على طائرة. طبعا بي شافني حطيت جهه وحط الجهه الثانيه، هذول الحركات الوسطى ذي. وطبعا قال والله ذا وسط صراحه، تشكيلته وسطى. ما عليه، إن شاء الله قادرين نقدر عليه، إن شاء الله. والله وسخ، والله إنه وسخ صراحة، والله إنه وسخ، أقسم بالله وسخ ذا. لكن مو مشكلة لدام لعب برج النار. مشكلة ترتيب البطاقات ما يساعد أيضا. ما هو جاب منطاد، يلا جاب وقت الغلط، جاب مكان الغلط الآن. يعني لو بحط الآن منطاد طلع عنده منين، لكن والله كفو مشيت شيء ممتاز بالطرف اليمين. والله نديله دعس. شوف كيف كلب هذا، زي عزوز ذا. برج نار ومبنى ثاني مورتر، بس لا ألعن ذا. هذا مليان غيلان، مليان ياكل. كيف عنده نوع اثنين غيلان عنده عنده الآن النافخ الأسهم، لازم أخلص عليه بسرعة.
ما أبغى أعطي أي مجال أي مجال أي مجال يجي يفكر إنه يكون قريب. تعال هنا الآن، هنا بطاقات الكلية جد لازم نرسم الآن، ما نترك أي. والله حرام 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 هدرت الاسم على الفاضي. ما كنت داري إنه أبو قنبلة بينتبه لهم السرعة ذي. والله إنه كفو أبو قنبلة، والله إنه كفو. شوف أنا اخترته ليش؟ لأنه كلهم كل البطاقات ليفل 9. وهنا الآن بدينا بالخطر، بدينا بالغلط، الآن بدينا بالغلط. كيف هم الجذع يحسب أن عندي بحط هياكل؟ لا حبيبي أنا ما عندي الكلام هذا، اللون هذا ما عندي. أنا أشوف كيف، والله يقسم بالله وصف ذا، وصف ذا الاندونيسي، شكل اندونيسي ذا العلم، والله شكل اندونيسي. بس المهم أنه وصف. كيف كم أبناء، كم أبناء من الكلب، من الكلب، كم أبناء، كم أبناء، كم أبناء، وكم هياكل، كم غيلان مروح ذا. هنا الآن هجوم بالعكس، كان المفروض حط الحطاب بعدين المنطاد، لكن يلا هي جت كذا، جت كذا، ما هي مشكلة. الحطاب جلاد أيضا، حلو حلو حلو. الآن خلاص، الآن سمعنا صياحك، الآن سمعنا صياحك، خلاص يلا توكل، انزرع انزرع، يلا أسري يا واد. هذا الآن خلصنا عليه، شطبنا، الحمد لله الحمد لله. وأعوذ بالله، خصم صعب صعب، وهذه حلاوة الفوز، لما يكون فوز صعب يكون له حلاوة أكثر. هذه اللعبة دائما 90% من اللي قابلهم 90% منهم يكونون صعبين، ما أدري. الحمد لله على كل حال، يكون الفوز له طعم وله مذاق آخر لما يكون بصعوبة ولما يكون في معاناة. يلا ان شاء الله ان شاء الله نشوف الان المباراة اللي بعدها ان شاء الله. بسم الله بسم الله، وقفت التسجيل وبديت تسجيل جديد وننطلق ان شاء الله. بسم الله. هنا الان الفرن، الفرن جاي بالاول، شيء ممتاز شيء ممتاز. كمل واحد يحب كأنك تلعب مباراة عادية تشكيل عادي، لكن هذا الان، هذا الان جهزي الغلم، والله يستر والله يستر، بس يهديك بعيد. اوه لا لا لا، هذا الان، هذا الان من نوع الوسط صراحة. قابلت واحد زي كذا فاز عليه، يستخدم غلم وعصار، مرة مرة مزعج، مرة مزعج. الحجر جسم الغلم يصير يضرب، وعنده ميجا منين وعنده تنين النار، فالمنطاد وصل الحمد لله الحمد لله وصل على الأقل. نقول المنطاد بيكون وضع صعب، بيكون وضع صعب هذه المباراة، لكن الحمد لله الأمور الآن تمام. استخدم تنين النار الحمد لله، وطاح بشر أعماله الآن، وإلى الآن ما يدري أن عندي فيكا، وهذا شيء مصالحي. إلى الآن أمور بالسليم. إن الآن هجمة خطرة، والله صارت هجمة خطرة، ما كنت متوقع أنها بتصير بهالخطورة، لكن الآن استخدم الغيلان فرصة نهجم بالأمير. إلى الآن نحط احتياط، أي شيء كذا ممكن يصير فيه منا ولا منا، نحط الشبح يساعد الأمير. حلو 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 حلو، في شيء اسمه تكتكة، في شيء اسمه تكتكة الآن، في شيء اسمه شيء رهيب، في شيء اسمه تكتكة الآن. الله 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 الله، أنا الآن، أنا الآن بالجنة. هنا الآن رمى كرة نار، أستغفر الله العلي العظيم. هنا الآن لازم نحط البيكا، لازم نحط البيكا، مع أن عنده غلم، مع أن عنده، لكن خلاص هذا أمير، لازم بيكا. ما أدري هل كان داعي رمية الأسهم أو لا، لكن الاحتياط واجب، الاحتياط واجب يا علي. هنا الآن ورطة، ما المشكلة لو جاء الغلم في الحطاب، في الحطاب يقدر يتفاهم. الآن نحاول نحاصره من جهتين زي ما سوينا بالخصم اللي قبل، كانت فكرة ناجحة. هنا الآن أمير ظلام مع الغضب بيكون تمام تمام، وحاجة الآن محاصرة كاملة، و شيء رائع شيء رائع شيء رائع. مباراتين ولا أروع، مباراتين ولا أروع، يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة.
الحمد لله، شيء ممتاز، شيء ممتاز جدا، شيء ممتاز جدا. وقلت لكم قلت لكم هذه الآن تشكيلة إلى الآن ماشية صح. من أنا فكرت فيها وحطيت كل الاعتبارات، وإلى الآن الأمور ماشية تمام زي ما خططت، والتشكيلة تؤدي بشكل ممتاز، ممتاز جدا. فالحمد لله، الله أكبر. بس هذه التشكيلة شو كيف شكلها رهيب، ذي لما تشوف التشكيلات العملاقة مباريات كذا مفروضة. كم بطاقة هي التشكيلة العملاقة؟ والله ما أدري، 12 بطاقة يمكن أو شيء زي كذا. المهم شكلها رهيب لما تشوفه كذا، البطاقات كلها من اللاعبين، فشيء رهيب، شيء رهيب. المهم تشكيلتي ذي والله أنصح فيها صراحة، شيء ممتاز، شيء ممتاز، شيء رائع. إلى الآن أمور تمام. أنا خايف اللعبة شوفني فزت بعدين يقولون لا لا ما ينصح، ما ينفع كذا لازم. لكن الحمد لله مجموعة معارك تحدي المجموعة العملاقة ما فيه خسائر، ما فيه نهاية، تلعب لمين تخلصه، ما فيه حد. إلى الآن أشوف عزوز مجلود، ما هي غريبة صراحة، ما هي غريبة. عزوز وايد انه ينجلد بالتحديات، كيف يلعب اشياء غريبة، يلعب يا اخي. شوف كيف حط الراميات الاسهم امام الميني بيكا، هو بالتشكيلة العادية يلعب بيكا، ليش ما يلعب بالتحدي بيكا؟ والله ما ادري، كذا عباطة. لا انت تبيكا، لكن المشكلة ايضا ما هو محظوظ يوم لعب فيكا، صار قابل تشاني، قابل سباركي يبان الان. خلاص راحت يا معود، راحت الامور خلاص. ما ادري وش سويت انت، بدأت المباراة لكن طارت الطيارة. هنا الآن هذه مباراة اللي قبل شوي، نسلهم لعلهم يتعلمون من البطاقات، لعلهم يستفيدون. بعض الناس لا حياة لمن تنادي صراحة، عندنا أصنام واجد أصلا بالقبيلة، نصهم تقدر تقول نصهم أصنام، فالواحد ما يهتم. نحاول يعني بعض الناس ما يتكلمون، وانا نحاول نكلمهم خلاص. ف دام يلعبون يتبرعون خلاص الحمد لله، هذا اللي نبيه. هنا الان عزوز مره ثانيه مجلود، انا بسميه عزوز المجلود، عزوز المقرود، عزوز اللزوز. هذا الان نقمه سائغه في وجه الخصوم، نقمه سائغه عند الخصوم الان صراحه. الآن لعب صح، يعني شوف كيف يلعب الأشياء البايخة ذي. المفروض هنا سيار، مفروض أسهم، حلو حط الأسهم على الأقل، صار فيه نوعا من الحس والمنطق. هذه حركة ممتازة، هذه حركة ضربة معلم ذي يا ابن الشباب، هذه حركة ممتازة. كرة نار، أنها عصفورين، لا والله أربع عصافير بحجر، ثلاث عصافير ورامي قنبلة العلة هذا ضربوا بحجر واحد. فرميت كرة النار هذه جت رامية بغير رامية أكيد، لكن تحسب لعزوز. هذا الفن ما هي غريبة عنه. الآن يتورط قدام الساحرة، إلى الآن متورط قدام الساحرة أتوقع. لا 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 ما هي غريبة. الآن صار فالكسير الآن، شيء رائع. عنده برج نار، لا 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 لا. الآن ورطة كبيرة. كويس جاء الساحر أنقذ شوي، يعني حاول ساهم، مع أنه والله ما أدري مثل قلته ده. من الآن ساحر كهرب، ما أدري إيش وضعه.
انتهت الهجمه خلاص انتهت. الله الله يا حلاوه يا حلاوه. هنا الان خذ مباراه هذه مباريات عزوز، هذه الان عوايد عزوز كذا، الكومباك الريموت هذا شيء رائع من الان. هذا الوجه في احد وش الاستحقار هذا لفيك حط للساحره الطرف الاخر. وعزوز ايضا ليس لهذا الامر خلق البيكا، البيكا ما هو يطارد وراء الغيلان يا ابن الناس. هذه استهانة، بشخص معتبر وجنرال من جنرالات الساحة. الان كرة نار على هذولا، ما هي شينة صراحة الى الان. الخصم ايضا خبيث والله، وعزوز على نياته. شوف كيف حط بطاقاته كله مع بعض. الان كرة نار الخصم، الان نظام الاستقعاد. شوف كيف والله صراحة انه وسخ خصمه. بعد الصح تجميل، والله صراحة خصم وسخ، قسم بالله خصم وسخ، من جد خصم وسخ. يهجم بالعملاق والتجميل، وعزوز الآن يدافع ضد الغيلان بالبيكا. ما هو الصنف الذي تأكله يا ابن الناس؟ لا لا لا، حرام 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 تخسر الآن. حلو حلو، كفو 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 كفو، شكله ما كان ما جاء هنا الآن. حلو، جت كرة النار. حلو كفو 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 يا عزوز صراحة، خبط تخبيط. وأيضا الخصم، خصم مزعج صراحة، والله إنه خصم مزعج. جذع كرة نار بعدين يقزرها كذا هياكل وغيلان وأنواع الغيلان أنواع المنين. وصراحة بدع عزوز. والتجميد، لا ننسى التجميد، بعد هذا مشكلة، هذا مصيبة. فنقدر نقول كفو عزوز، صراحة ما تلام والله. والله اليوم يعني كفو بس كفو ولا غير ولا وفقط، كفو وكفى. رائع، كانت مباراة رائعة منك يا عزوز والله. وهذه الآن مباريات حلوة، مباريات كما عودنا، من عزوز البطل المغوار، الكابتن الكبير، جلاد الجلادين، ومدرب الأوروبي الفنان. صراحة كانت ريمونتادا رائعة من عزوزين ملك الميدان وصانع الأحلام ومعلم الرومونتادات. صراحة كانت مباراة رائعة، مباراة قمة بالروعة، قمة بالحماس، قمة بالفهاوة. لكن أيضا الخصم كان لا ينقصه الخباثة، قصم من أوسخ ما يكون ومن أخبث ما يكون. لكن عزوز كان له بالمصاد، وكان قدر يرجع وقدر ينتبه، فما شاء الله عليك. هنا الآن مباراتي، الآن نجي على مباراتي ونشوف هذه حامل القنبلة. صراحة بطل، صراحة لاعب ممتاز، شخصية ممتازة، شخصية كاريزماتيكية وكاريزما، يتمتع بأخلاق عالية صراحة، ويخلصك من كثير من المشاكل، كثير من الأشياء المزعجة. والثلاثة كسير فقط، تصور يا بلاش. هنا الآن انتظر بس يرمي المينيون عشان أرمي عليه الأسهم، لكن حط رامي السهام الأسطوري. هنا الآن البرابرة ليفل 6، غريبة ما هو 9، كل بطاقات 9 لا. وهنا الآن الورطة، حلو الطائرة موجودة، صحيح إنه خلاص المزمز عليها هذا، لكن لا 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 لا، هذا القهر، والله
لو داري كان حطيت الشبح ولا خسرت هذا البطل ولا خسرت هذا الرهيب. الآن ضاع ضاع خلاص انتهى. والآن ورطة الآن ورطة. لازم ما نكرر نفس الغلط. الآن ما نكرر نفس الغلط. هنا ممكن شبح ممكن شبح ممكن شبح ممكن فرن. أوه شوف الوصف. لكن والله غريب. حلو حلو الفرن جاء الخنزير جاء لما الفرن شيء ممتاز. الآن أحط الفارس أو الغيلان. يلا الغيلان غيلان حلو حلو جاهم جو بس فجأة كذا. حتى ما يقدر يحط صاعق مع أنه منطقيا بيحط صاعق على الفرن وعلى أرواح النار. إلى الآن على طول على طول سريع سريع لا تترك له فرصة يتنفس وهجم. كم ابدأ هجوم من طرف ثاني. لا 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 الحمد لله جاب بيك الحمد لله. يلا 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 يا صنيتان يلا يا صنيتان يا بعد وراء ساحر. الآن صعوبة صعوبة صعبة صعبة صعبة. لا 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 بسم الله. دخل الآن موضوع الآن صار مسألة وسخة. الآن صارت مباراة وسخة. صار الآن خصم يدخل ضمن خانة الخصوم الوسخين. من جد من جد من جد الحمد لله إني قدرت أخذ 1-0 ونخلص المباراة الحمد لله. ما أدري يمكن تشكيلته ثقيلة شوي شكلها. برابرة بيكا برجنار باولر أتوقع أنها فيها ثقل. من طاد أظن بعد أتوقع أنها ثقيلة عشان كذا يبدو لي تأخر بعض الأوقات. يبدو لي كان عنده بعض المعاناة. أتوقع أنها كانت ثقيلة شوي لكن الحمد لله. خصم كان صعب خصم كان صعب خاصة يوم جاء برج النار وقبله البيكا كانت أمور صعبة. بس الحمد لله ربي يسر. الآن لازم أحط البيكا معني خايف إني بقابل بيكا عند الخصم ويكون راح علي الحبيب. هنا الآن مسكل مسكل كبير. لا صارت مشكلة أكبر صارت مشكلة أكبر. الآن لازم على طائرة تتعامل مع الغثيث هذا. حلو حلو حلو. لا والله مو بحلو. كنت أتمنى البيكا التنين النار يعيش. هنا الآن ورطة. لازم أمير أمير على طول على خشمة على طول على طول إن شاء الله. لا والله وقف شوي وقف. والله ورطة هذه المرة مرة قوية صراحة. راكبة الكبش والله مرة قوية صراحة. لازم أعترف إنها قوية قوية. شوف كيف مع أنه ما ضربت. وهنا أيضا والله بطل بقنبلة. والله بطل بطل بطل. أنا بالنسبة لي هذا بطل أكثر من راكبة الكبش. راكبة الكبش 5 إكسير وهذا 3 وهبد نفس الهبد اللي هبدته مصقعة نفس الجلد اللي جانا من السمراء. الآن مشكلة ما هي مشكلة دام لعب كرة نار خلاص ورايح رايح يعني الفرن رايح رايح. كرة نار قادمة قادمة لا محالة. فالحمد لله أنه جت على الفرن ولا هي جاية ولا هي على هنا الآن مشكلة. لازم غيلان لازم غيلان. حلو حلو. شوف كيف الوسخ معه. الآن الصاعق استعمله لكن حلو. أمير الظلام يتكفل. والله وسخ ذا صاعق الزوم. الآن نحط هذا على أساس أبغى أوقف تنين النار أنا احتياط. بس الحمد لله يعني مشت الأمور إنه حط ساحر الكهرب. الآن خلاص أبغى أخليها صعبة أبغى أخليها صعبة عليه. الغاو يكره اليوم اللي بدأ فيه اللعب الوسخ ذا. لا لا هنا الآن مرة لازم أسلم. هذه ما فيها لعب دي الآن. حلو البيكا وصل البيكا وصل. حط عليه الفرن وداله ضربتين خلاص تكسر الفرن. والآن يلا ابدأ الطبخة. الله عليك الله عليك الله عليك. والله بيكا
بيكا رائع، بيكا رائع، البيكا البيكاتشو ممتاز صراحة، ممتاز، ولا لا أحد يلومني فيه الآن، يلوموني فيك يا الشنب، يا مهجد، يا الكفو، يا الأسطورة صراحة، أسطورة 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 الأساطير. الأول ما فيش داعي للعب، لازم تحرقونا معاكم يعني ونفترق عليكم.